لا طبعا الدبلوماسية في مثل هذا الوضع تسويف. الدبلوماسية تجري مع تيارات تحمل عقلانية، تحمل أصول أو أصول، تحمل مبادئ مختلفة. إيران مشكلتها أنها لا تحمل المبادئ والأصول التي تمتلكها الدول أو المجتمعات المجاورة. يعني التدخل الإيراني في هذه المنطقة، لو أرادت أي دولة أن تتدخل في إيران بنفس الطريقة لأصبحت إيران أسوأ من اليمن بين اليوم والليلة. وأثبت الزمن أن إسرائيل بمجرد أن أرادت أن تستغل بعض العناصر في داخل إيران استطاعت أن تغتال شخصيات مهمة وأن تفجر مواضع مهمة. بل قبل 4 سنوات استطاعت مجموعة صغيرة أن تجتاح البرلمان الإيراني وتقتل الكثير من داخل في داخل البرلمان، واستطاعت أن تجتاح مرقد السيد الخميني وتقتل الزائرين فيه. إيران بلد هش الأمن جدا، ولكن لا توجد دولة واحدة تحاول استهداف الأمن في داخل إيران. وبالتالي المبادئ والعقيدة الإيرانية هي عقيدة خاطئة وعقيدة غير سوية. أن تتدخل في الدول وتستخدم أبناء تلك الدول ضد شعوبهم وضد حكوماتهم، هذه أخلاقيات لا تملكها الدول، ولكنها غير عاجزة إذا أرادت أن تستخدمها. وإيران هي أكثر بلد بسبب التنوع، بسبب الوضع الناقم في الداخل إيران. إيران أكبر بلد خصب لأن ينشئ فيه ما تنشئه إيران في العراق أو سوريا أو لبنان. ولكن هذه مبادئ غادرها العالم، مبادئ متخلفة. الدول أصبحت لا تفكر بالهيمنة من سياسة فر اغتسل، هذه سياسة خاطئة. إيران حتى في الداخل الإيراني، ودولة الفقيه حتى في الداخل الإيراني، تستخدم في داخل إيران، تستخدم بلوش الحرس الثوري ضد البلوش، تستخدم بلوش الحرس الثوري من العرب ضد العرب. حتى في الداخل الإيراني هي ليست أكثر رحمة بالشعب الإيراني. هذه السياسة تقود إيران والمنطقة عموما إلى هذا المقدار من التوتر. هذه المبادئ من الصعب أن تتعاطى مع نظام مثل هذا النوع بالحوار. هو يؤمن إن ما يفعله شرعيا وواجب إلهي، أو يخدع نفسه أو يقنع نفسه. وبالتالي مجيء شخص مثل الرئيسي وهو يحمل مثل هذه المبادئ مع وجود توجهات الثورة الإسلامية لا زالت ودولة الفقيه، نحن نتوقع أن المنطقة في خطر تام، وإيران قد تسبب خطر على المنطقة ليس له نهاية ما لم يتم الضغط عليها من الداخل. إذا الضغط من الداخل هو الأداة الأولى، ثم يأتي كل بلد في داخله تجري توازنات. يجب أن تكون الحكومة هي أول من يتصدى، ثم تذهب القوى المجتمعية والقوى الإعلامية والقوى الشرعية الأخرى لكي يهجمها هذه الجماعات المتمردة وليست المنفردة.